بالنسبه الاولى قبل المقترحات احنا معانا دكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضه للتنميه الرياضيه. برحب بحضرتك يا دكتور، منورنا في الحريفه. حضرتك يا فندم، وسعيد ان انا موجود مع حضرتك ومع حضرتك يعني الاستاذ احمد البكري. تحياتي لحضرتك يعني. اهلا، تحياتنا لحضرتك. احنا النهارده بنتكلم عن الالعاب الترفيهيه، عايزين نتكلم عن دور وزاره الشباب والرياضه ووجهه نظرها في تنميه الالعاب الترفيهيه، وان احنا نبص لرياضات اخرى غير الرياضات التقليديه اللي احنا متعودين عليها. احنا طبعا في البدايه من خلال حضرتك بشكر يعني الاستاذ احمد البكري، وبشكر مجلس الاداره الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه. وكانت فكرته يعني كان لما جه يقدم ملف الاشهار لينا، وكانت توجيهات مع الوزير ان احنا نهتم بهذا الملف ونبدا نجتذب الشباب، زي ما انت عارف ان هم معظمهم على هاوي، نبدا بقى نجيب مراكز الشباب والانديه. والحمد لله لقت فكره استحسان هذا الاتحاد لدى شباب مصر كلهم، ويعني كان في بطوله كبيره جدا للشباب الصحفيين وشباب مصر وشباب مراكز الشباب، ونزلوا الصعيد ودعم معالي الوزير ليهم واهتمامه الشخصي بهذا الملف وتوجيهاته لينا ان احنا نهتم بهذا الاتحاد ونبدا نكون موجودين معاهم. فيعني حظى يعني اهتمام كبير جدا، وكانوا مشاركين معانا في المعرض اللي كان موجود في ارض المعارض اكسبو، ودوله رئيس مجلس الوزراء كان موجود مع معالي الساده الوزراء ولما شاهدوه يعني. وكانت توجيهات ان احنا نهتم بيهم ونبدا نجتذب الشباب ويشتركوا معانا في انشطه، يعني في بطوله عالم اكيد الاستاذ احمد كلمكم عنها، وفي انشطه كثيره هيتكلم عنها طبعا الاستاذ احمد اللي انا بشكره صراحه وتفرغه التام في هذا الاتحاد ان يكون من الاتحادات القويه واللي موجوده على ارض الواقع يعني. كنت عايز اسال حضرتك ايه الهدف اللي بتسعى له وزاره الشباب والرياضه انها تحققه من خلال اتحاد الترفيه؟ يعني احنا طبعا اتحاد الترفيه ده بالنسبه لنا اتحاد من الاتحادات الهامه بالنسبه لنا كوزاره الشباب والرياضه، وان احنا الشباب يكونوا موجودين وكل الالعاب اللي هم الشباب بيحلم بيها تكون موجوده داخل وزاره. يعني احنا دلوقتي في الطاوله والضومنه والتيك بول والحاجات، يعني كل الالعاب الجديده هتكون داخل هذا الاتحاد، وهم صراحه جادين في ان هم يجيبوا الالعاب الجديده والالعاب المجتذبه لدى الشباب، وان احنا نجذب لينا هذا الشباب عشان يكونوا موجودين داخل مراكز الشباب وداخل مراكز الخدمه المجتمعيه. فهذا الاتحاد يعني اتحاد معني ومهتم جدا بالشباب، والاهتمام من خلال مجلس اداره واللي عاملين بالاتحاد اللي احنا بنشكرهم ونتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله الفتره ان شاء الله. بالكلام عن الفتره اللي جايه، عايزين نعرف من حضرتك خطه الوزاره القادمه مع الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه، ايه الحاجات اللي هنقدمها الفتره الجايه؟ احنا طبعا مع الاستاذ احمد البكري تقريبا في بطوله عالم كان قال لنا، وكان عامل تصفيات مركز شباب الجزيره، والفترة الجاية عندهم في بطولة دولية هتقام على أرض مصر، كان في اجتماع بالأمس مع رئيس الاستاذ محمود عبد العزيز، موضوع إن في زيارة هتكون على أرض مصر عشان يشوفوا يتعمل بطولة دولية على أرض مصر. فده حدث يعني، مصر الحمد لله أصبحت قبلة لاستضافة العديد من البطولات، والأندية الخاصة دلوقتي عاد في إقبال عند الأستاذ أحمد إن هم يشتركوا في هذا الاتحاد. وكانت توجيهات مع الوزير ان احنا نبدا كل الانديه الموجوده على ارض مصر سواء انديه ومراكز الشباب يبقى ليهم عضويه داخل هذا الاتحاد، ويبدا التوسع من خلال بقى اقامه انشطه ليهم. وكانت عمل دوره للمدربين والادوات الرياضيه ان هم يبداوا يتوسع في هذه الادوات والمدربين داخل مراكز الشباب. فالفتره الجايه ان شاء الله يعني بتوجيهات مع الوزير ان احنا يتم التركيز مع هذا مع رئيس الاتحاد الاستاذ احمد البكري ومجلس الاداره ان احنا نبدا نتوسع داخل محافظات جمهورية مصر العربية، داخل مراكز الشباب، داخل مراكز الخدمة المجتمعية، داخل الجامعات. يعني احنا دلوقتي في الاتحاد الرياضي للجامعات تم الموافقة على ان الاتحاد يكون الالعاب مدرجة داخل الجامعات المصرية للشباب. احنا كل فئة الشباب الحمد لله ان احنا بنستقطبهم دلوقتي ان يبقوا موجودين داخل مراكز الشباب، داخل الاندية الكبرى بالنسبة لنا. يعني كان في بطولة في نادي الصيد كان عدد كبير جدا اشترك فيها، بطولة في دندي مول الأسبوع اللي فات كان عدد، يعني أكلم حضرتك الأستاذ أحمد أكيد في تقرير معاه هيقول لحضرتك الأرقام والأعداد اللي اشتركت معاه. في إقبال سواء من الشباب أو من كبار السن، من فئات جميع فئات الشعب كلها حريصة إنها تشترك مع هذا الاتحاد. وفي التوجه الفترة اللي جاية إن شاء الله هيكون يعني بإذن الله يعني، وخلال طبعا الإعلام بنشكر حضراتكم يعني إن أنتم مهتمين فعلا بالألعاب الترفيهية ودوركم اللي انتم ابرزتم هذا الاتحاد. فده برضه بنشكر الاعلام سواء الاعلام المرئي او المقروء او المسموع، فطبعا له دور كبير. فان شاء الله الفتره الجايه هتكون يعني باذن الله يعني مع الاتحاد فتره كويسه ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور، احنا بنشكر حضرتك دكتور عمرو حداد، وان شاء الله ربنا يوفق الفتره الجايه دي ونحقق حاجات كتير ان شاء الله. بنشكرك جدا.
احنا كنا لسه بنتكلم مع الدكتور، وقبل ما نتكلم الدكتور عن خطه وزاره الشباب والرياضه، خطه الاتحاد بقى الفتره الجايه.